الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ، هناك بعض الشباب أرادوا القيام بمشروع خيري، فبجمعوا تبرعات. بعد ما جمعوا التبرعات رأوا أن هذه التبرعات بإذن الله تنتهي، فقالوا نقتطع جزء من هذه التبرعات ننفقه فيما جمعنا له، وجزء ندخره حتى يتكون رأس مال نقيم به مشروع. دخل هذا المشروع في نفس الأجل بنفس الهدف اللي جمع له المال الأصل. فهل ادخارهم لهذا المال بدون الإذن، لأنه حدد من الأصل لماذا يجمع هذا المال، ادخار هذا المال لهذا المشروع جائز؟ وعمل مشروع ربما يحتمل الخسارة وربما يحتمل الربح. نعم، إذا جمع الإنسان تبرعا لشيء معين فيجب أن يصرفه في ذلك الشيء المعين ولا يصرفه في غيره، إلا إذا فوض إليه الأمر أو استأذن. ولنضرب لهذا مثلا لشخص يجمع للصومعة، فجمعوا أموالا كثيرة وقالوا يمكن نأخذ نصف ما جمعنا نعمر به عمائر أو نشتري به دكاكين لتكون غلته لهؤلاء وتستمر. فنقول هذا لا يجوز، لأن المقصود بجمع المال دفع حاجة الموجودين الآن، أما الذين لم يوجدوا فإننا لم نجمع لهم. كما أنه ربما يحال بيننا وبين إيصال هذا المغل إليهم في المستقبل، لا ندري هل هذا أمر ممكن تحقيقه في المستقبل أم لا. كما أن في ذلك أيضا ظلما للموجودين، فدفع حاجة الموجودين عاجلة، لا بد أن نعطيهم ما جمعنا لهم. لكن إذا قيل إذا فوض الأمر إليك أو استأذنت فهذا لا بأس به. نعم، بس عن هذا المال يا شيخ، لو دار عليه الحول ما في زكاة، هو جمع ما عليه زكاة، ما في زكاة هذا، لأنه خرج عن ملك أصحابه. كل الأموال المجموعة للصدقات أو لغيرها ليس فيها زكاة. ومن ذلك أيضا ما يجمعه بعض العوائل، يجمعون أموالا لأجل إذا حصل على أحدهم نكبة ساعدوه، فهذه أيضا ليس فيها زكاة لأنها خرجت عن ملاكه. ولهذا لو أراد الإنسان أن يستردها ما أمكنه ذلك، ولو مات لم تورث عنه. نعم.